تحياتنا لكم مشاهدينا في حوار مسائي جديد، واليوم يختص بالبر وأهوال البر وما يستخدمونه الإخوان في تحطيم الثروة البيئية والطبيعية من أجل بعض الوقت الذي يسليهم في البر. تشكل المناطق البرية طبعا كما هو معروف في الإمارات معلما بيئيا بارزا، تتميز أيضا بتداخل خصوصياتها حيث تشكل الخواص البيئية أهم عالم المناطق البرية التي يتكون نظامها البيئي من منظومة من البيئات الطبيعية. ولكن استغلال البعض لدخول فصل الشتاء والخروج للبر جعل تجار التحطيب يتاجرون بخير الطبيعة لمصالحهم التجارية، لذلك وضعت بلدية الفجيرة شعار القانون مقابل الجشع، وهذا ضد العابثين بالثروة البيئية من خلال التحطيب وقطع الأشجار لبيعها في موسم التخييم والبر. اليوم للحديث عن هذا الموضوع بتكون معنا الأستاذة أصيلة عبد الله المعلة، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة ببلدية الفجيرة. نرحب بك أستاذة. يا هلا وسهلا، مساك الخير. مساك النور. إن شاء الله ناخذ نحن الموضوع بتفصيل أكبر إن شاء الله ونتعرف عليه وعلى مداخلاته، لكن بعد تقرير إن شاء الله. إذا مشاهدينا إلى تقرير عن هذا الموضوع ثم للعودة إن شاء الله للحوار مع الأستاذة أصيلة. من أبرز الأهداف التي سعت بلدية الفجيرة إلى تحقيقها خلال عام 2014 تحقيق التوازن البيئي في مختلف مناطق الإمارة والحفاظ على التنوع الطبيعي في المنطقة وعدم المساس بها، وذلك تماشيا مع توجهات حكومة الفجيرة وحرصها البالغ على الاهتمام بالبيئة. ولعل الخطر الأكبر على تنوع البيئة والثروة الشجرية هو استغلال البعض لدخول فصل الشتاء الذي يعتبر فصلاً نشطاً لتجار التحطيب، فيمدون يدهم الطويلة إلى الثروة الشجرية التي تشكل عاملاً مهماً للتوازن البيئي بالإضافة إلى تثبيت التربة ليجعلوا من بعض هذه المناطق جرداء خاوية من أي روح مقابل الكسب المادي دون ما أي اعتبار آخر. وفي إطار الحفاظ على البيئة النباتية تسعى بلدية الفجيرة من خلال قسم حماية البيئة في البلدية بتكثيف الرقابة على الثروة النباتية وزيادة الحملات التفتيشية التي يقوم بها عدد من المراقبين والتركيز على المتاجر وباعة الحطب لمنع أي تجاوزات يمكن أن تضر بالبيئة. وفي هذا السياق قالت البلدية أنها ستفرض غرامات من 500 إلى 10,000 درهم على من يضبط وهو يمارس التحطيب الجائر أو يضر بالبيئة المحلية. أستاذة، مثل ما شفتي طبعا في التقرير يعني هي منطقة جبلية وتحتاج لهذه الأشجار اللي تنمو في هذه المناطق، إن لم يستظل بها الإنسان فالله يكرمك يعني الحيوانات اللي موجودة اللي هي تعتبر من النوادر الآن في هذه المناطق للاستظلال على أقل معدل. لكن نحن نتكلم عن القانون الآن، ناخذها من البداية. أنتوا أصدرتوا القانون هو الجشع، القانون مقابل الجشع، فحيثيات القانون، لماذا القانون مقابل الجشع؟ لماذا خصيتوا كلمة الجشع في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا بالنسبة لهذا القانون أصدر بناء على أن كثرة الموجودين المخالفين والذين يتعدون على البيئة. قانون الاحتطاب أو التحطيب هو عبارة عن قانون يمنع أي شخص موجود بالتعدي على الشجرة الموجودة على وجه الأرض. طبعاً التجار في هذا الموسم الآن موسم شتاء، صحيح. فالناس كلها تسعى إلى يكون عندها حطب على أساس يدفون في البر وغيره. التجار من أول اللي هم يقطعون الأشجار ويعتدون على الثروة النباتية يقومون باقتلاع هذه الأشجار وتقطيعها حتى قبل موسم الشتاء. تخيل أنهم هم ممكن في فترة الصيف يمرون على المناطق كلها ويقطعون الشير الأخضر واليابس ويقومون تجفيفها حتى يستغلونها في موسم الشتاء. هل هذه ظاهرة الآن هي نعتبرها من الظواهر؟ نعم، ظاهرة ومنتشرة وسلبية وكارثة بيئية بالنسبة لنا، لأنه يعتبر الشجرة تعتبر عبارة عن رئة الأرض، صحيح. ففي النهاية هي يعني هي التي مثل الموروث البيئي الإماراتي، وأخص بالذكر طبعا شجر السمر والسدر الموجود. الآن الفجيرة فيها خصائص بيئية مميزة، لو تحدثينا عنها بشكل مفصل.
والله الفجيرة هي إمارة الفجيرة إمارة متميزة فريدة من نوعها، ليست فقط من ناحية البيئية ولكن كوجهة سياحية، الكل يقصد الفجيرة حتى في نهاية الأسبوع أو غيره. فالإمارة تتمتع بمميزات جميلة جدا، فيأتي دورنا احنا للحفاظ على هذه الإمارة من الناحية. طبعا احنا كجهات رقابية في بلدية الفجيرة متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة، لابد يكون عندنا تحديات كثيرة، المحافظة على جمال الإمارة من الناحية البيئية ونفس الوقت على اللي هي الطفرة الاقتصادية الحاصلة في الإمارة. نعم. فالإمارة كونها سياحية جبلية تعطي منظور وتعطي روح جميلة للإمارة تميز بها عن غيرها من الإمارات. تختلف طبعا، هي جبلية. أكيد جبلية وسياحية. نعم وسياحية. فالكل يقصدها طبعا. بين بحر وبين هذا. لكن هناك أيضا هل المشكلة الرئيسية اللي احنا نتكلم عنها اليوم هي عملية التحطيب. تحطيب أو احتطاب. نعم. هناك توازن بيئي طبعا. أكيد. بوجود هذه الأشجار. ما مدى اختلال هذا التوازن في الفترة اللي طافت؟ أكيد. شوف هي الإمارة لأن مترامية الأطراف فيها الجبال. فهذه الأنواع من السمر بعيدة عن المدينة. نعم. والكل ينظر لها على أساس أنها بعيدة عن الرقابة. التوازن البيئي هي الشجرة مثل ما قلت لك، هي صحيح. عبارة عن رئة الأرض. الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لما زار الفجيرة قال هي رئة الإمارات. ليش هي رئة الإمارات؟ لأنها متنفس. فالشجرة عبارة عن متنفس، تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق غاز الأكسجين طبعاً. كغاز الحياة. صحيح. فتعدي على هذا الموروث، تعدي على هذه الأشجار كأنك أنت تعديت على البيئة، تعديت على شيء ممكن أنه يسبب خلل في التوازن البيئي، فلا بد من التصدي له. طب هناك ايضا فوائد عديده لشجره السمر من عمليات التداوي والاعشاب، وايضا هي وسدر من اهم الاشجار اللي هي مثلا النحل ياخذ منها العسل. أكيد. يعني ونحن أكيد. طبعا ناخذ منها العسل. أكيد. فهذا ايضا بيكون ضرر على حياه بيئيه اخرى وهي الحياه اللي هي الغذائيه النافعه. صحيح. هي بالنسبة أنت خصيت ذكر بالشجر السمر. نعم. السمر طبعا هو من نوع اللي الأشجار الموجودة في الإمارة ولها ميزات خاصة. أولا هي تعتبر كأنها شجرة مظلة. صحيح. لأن اللي كبرها فتعتبر كمظلة طبعا. فالناس يستظلون بها، غير أنها تحتوي على نسبة من البروتين كغذاء للحيوانات. نعم. وحتى الحطب أو مثلا الخشب يعتبر من أجود أنواع الخشب الذي يستخدم للفحم. نعم. وغير أنها تستخدم كذلك لأنواع من كما ذكرت العسل الطب الشعبي أيضا. نعم. وللطب الشعبي كذلك تستخدم. صحيح. فلها فائدة كثيرة، فمعنى أنك أنت تتعدى على شيء له فائدة مردود على المجتمع وعلى الثروة الحيوانية كأنك أنت يعني تقوم بمخالفة بيئية وقانونية. نعم. إذا ذهبنا قليلا إلى عملية الفترة اللي تأخذها هذه الشجرة للنمو، في معرفة أو في إمكانية أن نتعرف على الفترة التي تحتاجها هذه الشجرة لأنها تنمو وتصبح شجرة معطاءة؟ هي نوع من أنواع الأشجار المعمرة. نعم. إحنا كبلدية الفجيرة في إدارة الخدمات العامة والبيئة أطلقنا أول كتاب يختص بالنباتات الموجودة. نعم. في نراويه للكاميرا هناك. نعم. أحمد. نعم. الكتاب يختص بالنباتات الموجودة في إمارة الفجيرة. أكثر من 10 أنواع محلية موجودة في الإمارة. ما شاء الله. طبعا هذا هو الجزء الأول. نعم. راح يكون في جزء ثاني إن شاء الله. إن شاء الله. كل نبات موجود في الإمارة اسمه ونوعه كلاسيفيكيشن تصنيفه وفائدته وموقعه. نعم. نعم. فمثل ما تلاحظ في آخر يمكن صفحتين أكثر الأنواع التي موجودة في إمارة الفجيرة. والله نحن ما شفناها وين قبل. هي لأن حتى بالنسبة يبقى لها زيارة قريبة. نعم. حتى في التقرير أنتم ذكرتوا وادي الورع، يمكن في مشهد من المشاهد كان وادي الورع. نعم. وادي الورع موجود فيها، تشتهر بنبات الورع أو القصب. القصب. نعم. فهو طبعا مذكور هنا في هذا الكتاب. هذه كأول مبادرة كانت من إدارة الخدمات العامة والبيئة لإطلاق نوع من أنواع هذه، طبعا تجميع المعلومات تشمل كافة مثل ما قلت لك المعلومات. صحيح. خاصة أنا شفت في الكتيب اللي عندك أن هناك يعني أنواع أرضية اللي هي ما تنمو إلا أنها تكبر. صحيح. يعني. نعم. لكن هل المشكلة الآن أو التأثير يكون سلبي على الجميع؟ هل في تعاون؟ أكيد. أو هل هناك علاقة بين شجرة السمر أو شجرة السدر مع الأشجار الأخرى أو النباتات اللي حولها؟ شوف هو ما في، كل كائن موجود هي عباره عن كائن حي موجود. صحيح. نعم. يعيش طبعا. ويتعايش. صحيح. معناته في حد يستفيد منه وهي تفيد الاخرين، معناته اي كائن موجود محيط فيها لابد ان يتاثر بقطع هذه الشجره. يعني الضرر ما يبقى فقط على شجره السمر او السدر، لا هو ينتقل الى ما حوله من نعم بيها. نعم، سواء كان مثل ما قلت لك من فوائدها للحيوانات وللانسان نفسه. وللانسان ايضا. اكيد. الان عمليه القطع هل تتم اجتذاذ الشجرة بكاملها ولا يقطعون فروع منها؟ والله هم يعني مثل ما تقول يبتكرون الأفكار عشان يقتلعون هذه الشجرة. في ناس تقتلع من جذورها وفي ناس لا تقصها. والله أنا شفت تتاجر فيها. أنا شفت منظر رهيب وهو أحد السيارات اللي جهر الشجرة كاملة وراه لهالدرجة. هذه طبعا مأساة. طب الآن إذا تحدثنا عن عملية البر وناس يحتاجون الحطب،
من وين يجيبون الحطب؟ هل هناك مراكز لتجهيز الحطب أو هل هناك بدائل موجودة لإعطاء الحطب لهذه الناس، ولا هذه هي الطريقة الوحيدة اللي يقدرون يحصلون بها على الحطب؟ هم طبعا هذه الطريقة مخالفة طبعاً. فهم يحصلون بطريقة أخرى أنا ما أعرف، لأن نعم. إحنا كأجهزة رقابية نتتبع هذه الأشخاص المخالفين، بس المخالفين اللي موجودين حاليا حتى الأهالي يتعاونون ويانا. للأسف يعني إمارة الفجيرة مزدخرة بهذه الأشجار سواء سدر أو سمر، وعلى سبيل الذكر أنا عندي في إمارة الفجيرة في وادي يسمى بوادي السدر نعم لكثرة صحيح. أشجار السدر الموجودة فيه نعم. بس للأسف قلت الأشجار نعم للاعتداء عليها. طبعا بالنسبة لهؤلاء الأهالي يبلغون إذا كانت في سيارات من إمارات أخرى، للأسف بدون ذكر الأسماء طبعا، في اللي هم خلينا نقول العمالة الوافدة نعم. يستغلون هذا الوضع ويعتدون على الشجرة بالقطع وبالاقتراع مثل ما قال. طب إذا أنتم في البلدية أيضا دراسة بأن هناك قلة في الأشجار وهناك تعدي ومخالفات، هل هناك دراسة قامت بها البلدية من ناحية خلال فترة الصيف هناك العديد من الأشجار اللي تحترق صحيح. وطبعا في شجر إنه يتحول بروحه إلى حطب، فهل هناك دراسة لعملية تقنين عملية الاقتلاع وتوفير الحطب خلال فترة الصيف لفترة الشتاء؟ لا هو ممنوع أصلا، احنا نمنع. هو الحطب بحد ذاته ممنوع، ممنوع منعا باتا قطع أي نوع من أنواع الأشجار. نعم في بدائل أخرى متوفرة. أيوة. لكن نتحدث عن البدائل يا ريت. احنا ممكن نقول في البدائل هذه متوفره ممكن اشياء صناعيه، بس نعم. ان في الحطب الموجود حاليا كاقتلاع الشجره او تقطعها ممنوع نهائيا. يعني البيئه في الفجيره لا تتحمل عمليه القطع او استخدام نعم. اللي هو الموروث البيئي اللي موجود الان لا تتحمل. في اول في ناس كانوا يقطعون نعطيهم فقط اللي هو تصريح نقل، بس هذه تكون عباره عن اشجار موجوده في اماكن بعيده جدا وغالبا ما تكون خلاص متهالكه وغير صالحه او لم يبقى شيء منها. هل يتحدث عنها؟ لكن نعم. لكن موروث البيئي من الاشجار غير كبير، فهذه هذه المشكله نعم. لانه تعتبر حتى هي من الاشجار المعمره طبعاً. وبالتالي انا لابد ان احافظ على هذه الاشجار كموروث بيئي. حتى ليش انا ضربت لك مثال على وادي نعم. السدر، لان للاجيال القادمه نعم. هل ممكن انا اكون في يوم من الايام اقول ايوه هني كان في موجود وادي مثلا اسمه وادي السدر لانه كان يشتهر بشجره السدر صحيح. او اشجار السمر؟ لابد نعم. ان احافظ من الان أكيد. الخطاب موجه الى الاجيال، الخطاب طبعاً. موجه الى الاهالي، الخطاب موجه الى حتى الجهات الاعلاميه. الجهات الإعلامية لها دور، وأنا طبعا أشكركم بدوري في اليوم مستضيف لهذه الحلقة، لأن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي والثقافة بالموروث البيئي الموجود نعم في الإمارات طبعاً. إذا تحدثنا أيضا مرة ثانية عن الخطوات ولردع المخالفين، ما هي الخطوات لردعهم؟ في الحقيقة احنا طبعا نستند على القانون الاتحادي رقم 24-1999 لحماية البيئة وتنميتها. قامت بلدية الفجيرة كذلك بإصدار تعميم إداري لمنع اقتلاع واحتطاب الأشجار رصدنا كثير من المخالفات، وبالتالي لابد لنا من التعاون مع الجهات الأمنية لأن مثل ما قلت لك الإمارة مترامية الأطراف صحيح. وبالتالي في أماكن لا يصل لها المراقبون لكن تصل لها الجهات الأمنية، فكان في تعاون كبير جدا مع الجهات الأمنية موجودة في الإمارة لضبط المخالفين. رصد المخالفات، حجم المخالفة نفسها أقل شيء 10,000 درهم الآن نعم. أقل شيء 10,000 سواء درهم. كان تاجر أو سواء كان شخص مثلا أتى من إمارة أخرى للتخييم ومن نعم. ثم شاف شيرة وسحبها نعم يضع تحت نفس الطائلة نفس نعم القانون تحت طائلة. يعني يعامل التاجر مثل الشخص العادي طبعا. بنفس المعاملة نعم نعم. هاي بعد تحذير نخبر نعم. الشباب على أساس يكونوا عارفين طبعا. وطبعا إضافة إلى ذلك أن احنا وزعنا كثير من اللوحات الإعلانية بثلاث لغات، اللغة العربية والإنجليزية والأردو نعم. لأن كثير مثل ما قلت السياح مثلا هم جايين من إمارة ثانية بس ما يعرف أن هذا ممنوع الاقتلاع. متى بدأت الحملة؟ الحملة بدأت في هذه السنة 2014 في بداية نعم. السنة؟ نعم في 2014. هل يعني ترون استجابة أو نعم. في تغير في الوضع؟ كبير جدا كبير. حتى من الأهالي نفسهم نعم. لأن احنا كنا يعني نحاول قدر الإمكان، أنت في النهاية هذا مجتمع متكامل صحيح. وأنا كبلدية لا أعمل بعيدا عن المجتمع، أنا معهم في شراكة استراتيجية وشراكة نعم. مجتمعية طبعا. وهذه السمرة بالنسبة لهم هم حياتهم، هم اللي عاشوا في الماضي تحتها، فلا بد ان يكون في محافظه او يكون في تواصل بين الجهات الرقابيه والاهالي، فلهم كذلك كثير من الاثر في التعاون معنا في هذا الموضوع. مثل ما قلت انت هي شجره معمره، يعني شجره ليس من السهل اقتلاعها أكيد. لانه اذا اقتلعت فصعب ان نشوئها من اول وجديد، طبعا هذا شيء صعب وبالذات مع عمليه الاحتطاب المتكرره وعلى نعم. طوال السنه، فهذه مشكله كبيره. وغير يعني مثلا التطور العمراني طبعا بلديه الفجيره واماره الفجيره تعمل على خطة شمولية للإمارة 2040، فهذا وضعت في الحسبان الموروث البيئي الموجود من الأشجار والمناطق اللي هي تكون مناطق محمية لمثل هذا الأنواع من النباتات والأشجار المعمرة، فوضعت إطار كامل للمحافظة كأنها مناطق محمية لا يجب التعدي عليها صحيح. طب خطط مستقبلية بخصوص هذا الموضوع،
تقييد الممارسات اللي هي الجائرة على الأشجار والتحطيم. مثل ما قلت لك، الخطة لا تأتي أني أنا كبلدية راح أضعها لوحدي، لابد أن يكون في شراكة مجتمعية مع الأهالي، مع الإعلام، مع الأجيال في المدارس. فكان الإنشاء أول شيء أن احنا أول خطوة بإقامة بطباعة الكتيب اللي هو عن نباتات الفجيرة، اللوحات الإعلامية واللوحات، كذلك في ورش عمل والاستهداف الأجيال الموجودين في المدارس الأطفال. جميل. لتعليمهم بأهمية هذه الأشجار حتى يوصلوا طبعا المعلومة من الطفل إلى الأهالي، ثم كذلك نتعامل مع الأهالي عن طريق البروشورات، عن طريق اللوحات الإعلانية، عن طريق الفلاشات الإذاعية. فتقريبا يعني مثل ما تقول ليست خطة ليوم أو يومين. نعم صحيح. هذا بالنسبة لنا إحنا موروث، فلا بد أن يكون التعامل معه بشيء من الاهتمام. طبعا طبعا. هل مستقبلا أيضا ممكن إحنا نقول أن أنتم الآن تدرسون عملية زراعة هذه الأشجار في مناطق أيضا تكون محمية بالكامل؟ أكيد أكيد، هذا نوع من أنواع مثل ما تقول الخطة المستقبلية الموضوعة في خطة 2040. نعم. 2040. من الخطط كذلك أن في فرق بيئية خاصة متخصصة للمحافظة عليها، بحيث أنها تدرس هذه الأشجار من تكون شتلة إلى أن تكون إلى تكبر وتكون شجرة. ماذا عن الأشجار اللي هي مترامية في أطراف المدينة، مثل أماكن اللي هي يمر من خلالها شارع أو كذا، هل تقومون بنقل هذه الأشجار أو تبقى في مكانها؟ ذكرت سابقا التطور العمراني لابد أن تكون له ضريبة. نعم. ولكن في النهاية أنا في مشروع يقدم إلى البلدية لابد أن يراجع من قسم البيئة. نعم. لابد أن يكون في هذا الشارع هل فيه أكثر من شجرة، شو نوع الأشجار اللي موجودة، هل يتحمل أن هذا الطريق ممكن أن ينقل، أن يحول مساره؟ فإحنا كقسم البيئة نعطيهم دراسة كاملة، وفعلا تم بالفعل أن تحويل المسار لعدد من الطرق أنها ما تمر على هذه الأشجار أو قطعها. رائع ما شاء الله عليكم. هل تحبين أن يعني توجهين رسالة خاصة، وإذا بتوجهين رسالة لمن بتوجهها؟ والله رسالتنا إلى المجتمع، إلى الفئات الشابة، إلى الأجيال القادمة. الإمارات زاخرة بكثير من الموروث للغطاء النباتي الموجود، فياليت يعني الشباب والفئات العمرية يهتمون، يأخذون التجارب، يأخذون العلوم عن النباتات من الأوليين، من الأجداد. نعم. من الآباء، ويترجمون محبتهم، لأن الآباء كانوا يحبون هالأشياء، يحبون. صح. النباتات، فلا بد أن تترجم هذه المحبة لديهم. متى ما أنت حبيت الشيء أنت راح تحافظ عليه. طبعًا. فهذه طبعاً أنا نصيحتي للكل، وطبعاً للمكاتب كذلك الإعلامية والجهات الإعلامية، أنهم يسلطون الضوء على هذه المواضيع، لأن في النهاية الإمارات لابد أن تكون خضراء. إن شاء الله. وخاصة الفجيرة يجب أن تبقى رائعة الإمارات. بمجهوداتكم إن شاء الله خضراء. جميعاً. شكراً جزيلاً لك. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب. إذا مشاهدينا نحن نشكر الأستاذة أصيلة عبد الله المعلى، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئية في بلدية الفجيرة. مشاهدينا ما زلنا معكم بعد الفاصل، التمور ورحلة عبر الزمن لهذه الثمرة المباركة، تابعونا.